تعلم. هل رأيت الوقت؟ اذهبي إلى السرير، أنت ستذهبين إلى المدرسة غدا. لا، أعطيني إياه، لم أنتهي من اللعب بعد. إذا كنت تتحدثين إلى الوالد بهذه الطريقة، الجدة وهذا هذا الجد سيأتي إليك. بالتأكيد. بالتأكيد. وجدت شيئا تخيفني به؟ أنا لست صغيرة جدا. لأنك تتحدثين هكذا. أنا سأخذ اللوح لمدة أسبوع. أبي. لا لا لا، أنا لست صغيرة. إني 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 سيكون من الأفضل لو عشت بمفردي. لا توجد قواعد، لا شيء. أبي؟ حسناً، سأتحقق بنفسي. 1، 2، 3. ها؟ صندوق الجواهر؟ اليوم الأول؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا غريب. مقلب جيد يا أبي، لكنه لن ينجح. أبي؟ أبي؟ أبي، أمي، لا يوجد أحد. أين أنتم؟ ميرا، أين أنتم يا رفاق؟ لا توجد سيارة؟ إلى أين قادوا السيارة في وقت متأخر جدا من الليل؟ ماذا لو كنت وحدي في المنزل؟ آه، هذا يعني ممنوع النوم، وسادة طوال الليل. يا إلهي، مرحبا، هل تسمعوني؟ إنني أشاهد فيلما. الوقت متأخر من الليل وأشاهد فيلم. صندوق الجواهر مرة أخرى. اليوم الأول مرة أخرى. من هذا؟ هذا؟ أنا نائمة، هذا حلم. إذا كان هذا حلما فهذا ليس حقيقيا. نعم نعم. اسمعوا، هذا مجرد حلم، حلم كبير، حيث أنا في المنزل وحدي، لذا دعوني وشأني، هل تفهمون؟ حسناً، هذا جيد. لقد أخبرتك، هذه ليست الفتاة التي نريدها. لقد قالت قوى الظلام، البيت 66. أنت نائم أصم، هذا منزل 99. دعينا نخيفها. وفي المكتب سنخبر قوى الظلام بأننا فعلنا كل شيء. أنت ذكي جدا. حقا؟ لا، نعم، أنا لدي فكرة، سنفعل كل شيء بهذه الطريقة. كيف؟ سنخيف هذه الفتاة، وفي المكتب سنقول أننا فعلنا كل شيء كما ينبغي. أنت ذكية جدا، هل جدا؟ دعنا نذهب ونخيفها. نعم، هيا بنا. إلى أين أنت ذاهب؟ اذهب إلى هناك. مرة أخرى؟ اذهب من خلال النافذة. حسنا. إنه ليس حلما، هذا يعني أنكم قررتم إخافتي. حسنا، سنرى من يخيف من. أوه، الشباك.
الجراحيح. شكرا لك. استيقظ أيها الرجل. امضي قدما، اذهب. هناك، اذهبي بنفسك، ركبتي تؤلمني. دعيها تنزل بنفسها، هي أصغر سنا. هذه فكرة، لنذهب. أيها الرجل، لدي فكرة. لقد حصلت على فكرة، لدي فكرة. اذهب ورائي. أنا ذاهب. هادئ، رحلوا أليس كذلك؟ جبنة؟ كعكون؟ تعتقدون أن هذين رائعين؟ نعم. لا، بحركة خفيفة يمكنهم أن يصبحوا معالج تدليك رائعا، يشفي كل شيء. دعوني أريكم. ولكن كيف؟ أوه، هذا رائع أيها الجدة. لقد أصبحت أصغر 60 عاما. أتركه فقط لبضع جنيهات. هذا هو المال، خذيه. أعطينا الحقيبة. هيا خذي المال، أعطيني الحقيبة. هيا، هذا كل شيء، أعطني إياه.
أعطني هذا التدليك، أريد أن أصغر 60 عاما وأخيرا أتخلص من هذه الجادة. أعطيه إلي. هذا ليس ما تعتقدينه.